السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وعلى أحسن حال، ومرحبا بكم جميعا في هذه القناة، وكنتمنى أنكم تشاركوا فيها وتضغطوا على هذا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. وموضوع اليوم هو هذا الملف اللي هو ملف حساس ديال الأساتذة المتعاقدون. نحاول اليوم يعني نعطيكم فكرة عليه ونشوف التحديات اللي أمام هذا الأساتذة، وإلى قصد الحال وما قدرتش نكمل في هذه الحلقة هذا الموضوع نعاود ندير حلقة أخرى. المهم نفهموا بعدا هذا المشكل، لان حاليا كنشوفوا هاد الخرجات وهي مسيرة تقول يعني في مدن عديدة لهاد الاساتذة المتعاقدين. احنا ماشي اول مرة كنشوفوا هاد الاساتذة كيخرجوا في مسيرات، فقد سبق لهم خرجوا ولكن ما خرجوش بهذه الكثافة هذه، وما خرجوش يعني من جميع المدن وما خرجوش بهذا العدد ولهذا العدد هذا اللي خرجوا به اليوم، اللي هو كما قريت وكما بحثت وشوفت 70,000 أستاذ متعاقد، يعني رقم كبير جدا. الأساتذة المتعاقدون كانوا قاموا باعتصامات وحتى حاليا قايمين باعتصامات، وقبل يعني كنذكر في يعني في الاوائل مارس كانوا قاموا عذرا في 20 فبراير، لان كانت الذكرى ديال 20 فبراير، كانوا تهما قاموا بمسيرة في الرباط، ودخل يعني هذوك العسكر ولا المهم دخل المخزن بواحد الاسلوب همجي وضرب وقمع، وحتى انه شي استاذة متعاقدة فقدت الجنين ديالها، يعني واحد القمع همجي. وفي مرة اخرى يعني تم نفس الامر، يعني القمع وكأنه جات اوامر بضرب الرؤوس، يعني حتى إسالة الدماء وكانت قصور. المهم كان واحد القمع هامجي جدا. المهم خلينا نشوفو بشوي بشوية ونفهمو هذا الموضوع، اللي مثلا ما متابعش هذا الموضوع من البداية ديالو. واحد اللحظة من فضلكم نشوف هاد الشي المواد اللي وجدت. عندي هنايا واحد يعني هنايا كنت شفت بعض الفيديوهات منهم هاد الخرجة هذه اللي كانت في الحسيمة، وشفت ثاني خرجات اخرى، واحدة كانت في تطوان ويمكن واحدة اخرى في بني ملال. المهم كتحليل يعني شنو هي الوضعية اصلا في المغرب، لان منذ مدة ما كنشوفو لا مسيرات ولا مظاهرات ولا خرجات منذ حراك الريف ومنذ هذيك الاعتقالات والمحاكمات اللي هي زائفة، تحكموا على الناس ب20 سنة و10 سنين و15، ومن ذاك التعذيب والاغتصاب وكل أنواع الانتهاكات في حقوق الإنسان. ومن بعد عندنا جاء هذا جرادة اللي كان فيه حتى هو يعني واحد القمع همجي، وداك التلميذ اللي تم دهسه هو لحد الان كيعاني هذه المعاناة. يعني الشعب ما قدرش باقي عاد يخرج، وكانت هناك تظاهرات ديال العطش ديال زاكورة. ما علينا، يعني من ذاك الوقت ما تم يعني حتى مسيرات خروج من اجل مطالب سياسية ولا اجتماعية ولا كما كيقولوا قدسية. وكانوا الناس التجأوا يعني المقاطعون ومقاطعة مواد اللي ما دارتش واحد فعلا واحد تأثير كبير.
ما كانش عندها واحد الفعالية كبيرة، لأن كانت خاصها تكون يعني يتصعدوا يعني أكثر، لأن مقاطعة يعني الناس اللي غادي يخرجوا بمطالب أصلا ما كيستهلكوش ديك المواد، المهم طبقة شريحة فقيرة جدا. إذا عندنا هنا يعني مود من مطلع ديال الحركة 20 فبراير اللي كانت في 2011، من ثم يعني انتهت الحركة اللي مثلا باع الماتش اللي دخلوا الحباسات، راه دخلوا الحباسات يعني الإعلام ما كادرش هاد هادوك شكون هما اللي في المسجونين، ويعني داروا داك اللعبة ديال الدستور ديال يوليوز 2011، ودار واحد انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر 2011. ولكن شنو هو الحال ديال الشعب المغربي؟ شنو هو الحال ديال الشارع المغربي؟ شنو الحال ديال المتطلبات والمطالب ديال هذا الشعب؟ اكيد غير خيبة الامال، الشباب يعني العطالة، المقتضيات يعني الدستور، هذاك الدستور اللي دوزو بقى حبر على ورق ما كيتنفذ منه والو. وجات هذا حزب العدالة والتنمية مع هاد بلكيران، ودار هذيك الخيارات اللي كنعرفو الفاشلة، وقرارات اللي يعني حتى شي حكومة أخرى ما قدرات تدوز قرارات، هما دوزو كل شيء. وكما كنشوفو ما غير أن هاد الملف ديال الأسد المتعاقدين، كاين الملف ديال 20 يوليوز ديال يعني حاملي شهادة العليا، يعني توظيف حاملي شهادة العليا اللي وقعوا معهم بالكيرار وتخلى عليه يعني هكذا، وبقاو هادوك الناس حاملي شهادة العليا وعاطلين بدون عمل لحد الآن، يعني عمره ما تم أن عمره ما تم استجابة، يعني كان وعده يعني اللي توقع عليه وما تمش تنفيذ ديالو. اذا ملي جات هاد الحكومه شنو دارت؟ تحرير اثمان المحروقات، الغاء الدعم بزاف المواد الاستهلاكيه، وهادشي ما كانش في صالح المواطن، والمواطن من جهه تحت هذا الرحمه هاد الحكومه، طبعا الحال ملي كنقول الحكومه على راسها الرئيس ديالها اللي هو الملك، لان الحكومه مجرد حكومه محكومه. والمهم هي هذه الحكومه هذه كتخدم اي حاجه، كتخدم الملكيه بدون يعني حدود وبدون يعني بدون قيد ولا شرط. زادوا الناس تفقروا في المغرب، القدرة الشرائية ديالهم ضعفات، نقصت بزاف، وخصوصا هكوهم هادوك الشركات اللي شركات اللي تخصصت اللي خصصت بحال الماء والضوء، الناس تهلكوا بهادوك التكاليف ديال الماء والضوء. اذا جا هذا الاجراء، هذا التعاقد ما جاش يعني بوحدو هكا معزول، ولما جاش يعني كتحقق قرار مثلا انه مؤقت حتى تدوز يعني شي مرحله بكرا، ولا جا باش يدارك واحد النقص مهول، لان الاعداد البشريه اللي خرجت تقاعد كبيره، ولا مثلا باش يواجهوا هاد المساله الفظيعة اللي هي اكتظاظ التلاميذ في الأقسام، وانتم كتعرفوا الحالة التعليم العام، التعليم أصلا خصو يكون كله عام، لأن التعليم الخاص هو بمثابة يعني ضربة قاضية في سواء في مستوى ديال المجتمع التعليمي والوعي ديالو، ولا بالنسبة يعني لجودة التعليم نفسه. اذا جاء هذا التعاقد في سلسله قرارات مماثله يعني فوح المخطط اللي هو مخطط محبوك، حكمات واتفاقيات
مضربة مع أطراف هنايا كيقولوا خارجية. باقي حتى أطراف خارجية ما عدا غادي يكون صندوق البنك الدولي، يعني أطراف خارجية ما عدا تكون هذه الأطراف الخارجية. أي هذه يعني ماشي غادي تقولوا أنت التماسيح كل مرة التماسيح والعفاريت. وهذا الملف هذا كان جاء في إطار التوصيات اللي أقرها القائمون على وضع استراتيجية النظام التعليمي، حيث في الميثاق الوطني للتربية والتكوين اللي ظهر في 1999 جاء في المادة 135 المرتبطة بالتكوين الأساسي للمدرسين والمشرفين التربويين وتوظيفهم أنه يتم تنويع وأوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا، بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدة زمنية تدريجية قابلة للتجديد على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات وفق القوانين الجاري بها في مجال العمل. وجاء في الفصل السادس مكرم القانون رقم 50/5 المتعلق بالتشغيل بالعقدة، يمكن للإدارات العمومية أن تشغل أعواما بموجب عقود وفق الشروط والكيفيات المحددة بمرسوم. وكيضيف هذا الفصل أنه لا ينتج عن هذا التشغيل في أي حال من الأحوال حق الترسيم في أطر الإدارة. أما هذا المخطط الاستعجالي اللي دار في 2009 في الصفحة 41 سوف تتم مراجعة أشكال التوظيف ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة. وللتأكيد على أن السلطات ماضية في مخططها الصفاوي تنص الرؤية الاستراتيجية ديال يعني هذا الرؤية الاستراتيجية ديال 15 عام من 2015-2030 في المادة 59 على أنه يتم بالتدريج اعتماد تدبير جهوي للكفاءة البشرية في انسجام مع النهج اللامتمركز لمنظومة التربية والتكوين وتوجهات الجهوية المتقدمة، مع تنويع أشكال توظيف مدرسي التعليم المدرسي ومكوني التكوين المهني، وذلك طبقا للمادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. يعني هذا الميثاق الوطني كنت تكلمت عليه أنا في واحد الكتاب ديالي ما عنديش له قبل. وجدير بالذكر أن هذا القانون ترى واحد الجدل سبق المجلس المستشارين الرفضه في سنة 2006. إذن هذا القانون هذا ماشي جديد، يعني سبق وتعرض على الحكومة في سنة 2006، ومن بعد ما لقاش استجابة تركن في الرفوف وبقى في الانتظار حتى يجي هاد سيدهم بن كيران اللي سارع في يوليوز 2015 إلى تمرير ما سمي بالمرسومين مشؤومين بحاله هو رأس الشؤم القاضين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة المتدربين إلى النصف، من يعني 2200 درهم خلال سنة التكوين. وعادت خلال يونيو 2016 للمصادقة على المرسوم الذي تحدد بمقتضى شروط وكيفية التشغيل وفق عقود بالإدارات العمومية طبقا لما ورد في القانون كيف ما قلنا 50/5. إذن هنا لحد الآن كيتضح لينا أن هذا ترسانة من التوصيات والقوانين اللي هدفت كلها بشكل ممنهج إلى ضرب الوظيفة العمومية ونصف ركائز المدرسة الوطنية، وأن الدولة تسير صوب تكريس نظام التعاقد قصد خفض كتلة الأجور حفاظا على التوازنات الماكرو اقتصادية.
إذن بعيدا عما يتم الترويج له من مغالطات حول تحقيق جودة التعليم والتكوين الجيد للمتقاعدين المتعاقدين عذرا، يعني ما كاين لا رفع المستوى ديال المتكونين هاد المتقاعدين. اذا قال لك السؤال اللي كنا نطرحوا لك، كيفاش لها كيف لها الاساتذه الذين خضعوا لتكوينات هشه وسريعه؟ و انا كنت راح تسأل الى مدى هي هشه وسريعه، والناس راحوا مقراو وضربوا تمارا، والمهددين بفسخ عقودهم عند اي هفوة ممكنه، ان يكونوا متحمسين للعطاء المثمر في قطاع يعتبر القاطر الاساسي للتنميه، يعني قطاع التعليم. التعليم طبعا هو اساس كل مجتمع، وهنا دابا حنا كل ساعه كنسمعوا، يعني مش كل ساعه، دي سنين، يعني تما 10 سنين ولا اكثر، وهما كيتكلموا على تجديد في المناهج، تجديد في، يعني هذا التعليم هذا ما عمره صوبه بحال الناس. دابا عندنا هاد المتعاقدون اللي كيرفضوا بشده ان يكونوا جسرا للعبور في اتجاه اعاده هيكله المنظومه التعليميه، يعني هاد اعاده كيف ما قلت هيكله التعليم المنظومه التعليميه دائما هي كتطرح، ودابا بغاو يديروا هاد الاساس ديال المتعاقدون يدقدقوا عليهم، وبغاو يعني يطبقوا هاد العمل بالعقود، هاد التعاقد. هيكل المهم الثمر هنا إعادة هيكلة المنظومة التعليمية والسعي الحثيث نحو تفعيل العمل بمشاريع المؤسسات والانفتاح على مصادر أخرى للتمويل وترتيبات متعددة، تمهيدا لجعل دور الدولة ينحصر فقط في رسم الأهداف الكبرى، ويرفضون كذلك ما يحمله التعاقد. إذن هذا كيف ما شفنا الأساتذة المتعاقدون هذا موقفهم، ويرفضونهم يرفضون ما يحمله التعاقد من تهديد الاستقرار المهني، طبعا هو تهديد في الاستقرار المهني وتهديد نفسي وتهديد اجتماعي بالطبع، وتفكيك الأسرة التعليمية وتفييق المدرسين والحرمان من الترسيم، يعني ما يعني غير والد أنهم يترسموا. هذا هو علاش خشوا هذا الأساس إلى المتعاقدين، أن حاليا يرفضون جملة وتفصيلا هذا مبدأ التعاقد، وكيطالبوا بالترسيم، وما كاين لا رجعة، ما كاين اللي غادي يرجعهم عن هذا الموقف حتى يتم استجابة للمطلب ديالهم اللي هو الترسيم. وهما فتحوا يعني مجال الحوار، وما كان تلقوا حتى شي جهات اللي استجبت لانها تحاور معه. انا ما كنت قريت واحد المقال، يعني الوزارة الداخلية فتحت الباب، ما تعمقش فداك غادي نعاود نتعمق فيه من بعد. دابا غير كنقدم فكره عامه عن الحيثيات والظروف اللي خرجوا فيها هاد المتعاقدون الاساتذه المتعاقدون في مسيرات وفي اعتصامات، ومن بعد نفصل في هذا الامر. هذا اذا قلنا الحرمان، انه يحرموا من الترسيم والترقيه والادماج. المشكل كيف ما هنا المهم انا قريت واحد الطرف من واحد المقال، انه كيفاش كيقول ان هذيك مجرد ان تكوين ديال التكوين هش، يعني شنو هو المعيار ديالو؟ لان اصلا المستوى التعليمي في المغرب هو اصلا هش، ما كاين لا تعليم، ما كاين لا تكوين، ما كاين حتى شي حاجه. يعني اش كيتعلم، اش كيعلموه في المغرب، اش كيتعلموا، شنو هي المواد اللي نقولوا كتعلموها وغادي تقدر تسمح بالمجتمع المغربي انه يواكب اللي ماشي عليه هذه الحضاره هذه الحداثيه اللي تقدمت بجميع المستويات، سواء رجعت الثقافه يعني ديال ديجيتال كتستعمل احدث الوسائل التكنولوجيه، شنو تعلموا
يعني ماشي يسمي هذوك الأساتذة المتعاقدين لأن التكوين ديالهم تكوين هش. هو أصلا تعليم هش، سواء على المؤسسات يعني البنايات ما كاينه بحال الكوريات، ماشي التعليم هذاك، لا على صعيد الأساتذة ما كاينش مثلا كيف ما كاينش دول اخرى. أساتذة كيمشيو يديروا واحد التكوين، كيكون كل مرة تكوين، ماشي يعني صافي الأستاذ قبض الدبلوم وكيبقى يخدم حتى يديوه يدفنوه. يلا كاين اصلا فين هي البنيه البنيه التحتيه للتعليم باش يمكن نهضر على هاد المسائل هذه. ملي تكون البنيه التحتيه وهي الاولى عاد كنتكلموا على المستوى الاساسي والتكوين ديالهم، لانه الا ما هيأتيش البنيه التحتيه كيفاش يمكن نتكلم لك على المستوى التكويني ومثلا الاطفال اللي كيجيو ولا ديك المدارس العموميه كيعانيو من الفقر. اين هو المخططات اللي كتساعد هذوك الاطفال الفقراء؟ فقراء جدا هما اللي كيجيو، يعني الطفل المدرسه ما فيها حتى شي شروط الأولية باش يتم فيها التعليم. المهم نبقى أنا مع الأساتذة المتعاقدين، لأن هاد الأساتذة المتعاقدين جو ضحية اللي لعب بالملف التعليم وبالميزانية التعليم، والميزانية كتقرا في البرنامج كل عام ها هي الميزانية التعليم، ولكن ديك الرقم اللي كنسمعو عمره ما كيدوز للتعليم. يعني كيكون رقم كيتخطف ما بين المدراء، ما بين الناس اللي كيقدروا كيعرفوا اللي متواصلين مع واحد الشبكه ديال الفاسدين اللي كتجيهم داك مشاريع تعليميه ولا تربويه بالفلوس. صافي كياخذ داك الفلوس وما كيتم حتى شي حاجه. المهم حنا ملي كنمروا الميزانيات كيكونوا الارقام، ولكن داك الارقام الماليه حقيقه ما كيمشيوش لا للتعليم ولا للصحه ولا لاي مجال. الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها كتمشي هي الميزانيه القصر اللي كيتفق عليها بدون مناقشه. ما علينا، نبقاو في هاد الأساس المتعاقدين أو المتعاقدون اللي هما الآن ضحية لهاد السياسة المخزنية. وشنو هو زعما يعني دابا أنا كنتسنى نشوف شنو يعني واش غنلقاو جهات اللي غتحاور معاهم، أم غنلقاو الأذان كل شيء غيسد ودنيه ويقول لهم هادشي اللي كاين، هادي سياسة جاية من برا، جاية من الفوق، جاية ما عرفت منين، من السما، من جهات عليا. كل راكم عارفين المخزن كيفاش كيسد الملفات. أم أن هادي غتكون داك الفتيلة اللي غتشعل واحد تسونامي اجتماعي اللي باش يخرج المغاربة من جديد للشارع، باش لان كل شيء متضرر، سواء اساس المتعاقد، سواء هذا الملف اللي قلت انا 20 يوليو، سواء الناس اللي كالشباب اللي قاعدين بالبيطاله. المهم من جميع الشرائح المجتمعيه كتعاني، وان ربما هذه تكون فتيله لهذا التصعيد هذا. المهم كنظن غنوقف هنا، غيكون من بعد تكملة لهذا الملف هذا، لأنه الملف ماشي ملف سهل، وكان خصني نحيط بجوابين جوانبه. ولكن الآن بغيت غير نعرفكم بالملف وتكون عندكم فكرة عن هذا الملف، لأن بزاف الناس ما تابعوش. وكنخليكم وقبل ما نخليكم نطلب منكم
تشاركوا في القناة وتدعمونا بهذاك التعليقات ديالكم، ولا كانت شي أسئلة، ولا كانت عندكم شي أفكار نتوما كلكم تكتبوها نستافدوا منها. إيوا هو هذا، ومع السلامة ونشوفكم إن شاء الله.